مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نقطة نظام. نستقبل اليوم أستاذ سمير شوقي. المجلس الوطني للصحافة جسد لنا المقولة المغربية التي يقول بأن الفقير اللي نتسناو براك تدخل الجامع بلغتو هي اللي دار. الدبلوماسية المغربية الجميل فيها أنها لا تكترث بالحملات، فهي لما تشتغل في الظل وكتشتغل في الميدان تكون عندها واحد خارطة الطريق كتمشي عليها. اللي تشكل اليوم قيادة الدبلوماسية المغربية هي قضية الصحراء، لأن هذه قضية وجودية، قضية ديال الشعب كامل. كان لي الشرف أنني في حوالي 15-16 سنة وقت العديد من الزيارات الملكية في إفريقيا. ثلاثة الأرقام، 1000 اتفاقية، 50 زيارة، 30 دولة. هذه ثلاثة الأرقام كتعطيك الهرم اللي تشكل قاعدة ديال العودة ديال المغرب في إفريقيا